استاذ احمد تحياتي لحضرتك. هل هناك اي حاله في مصر اولا تتعلق بالفطر الاسود ظهرت؟ خليني بس يعني ايه اوضح لحضرتك حاجه. قولي. اولا الفطر الاسود ده حاجه اسمها ميوكر مايكوزيس، ودي حاجه عباره عن يعني بعض الفطريات بتظهر وبتيجي للمرضى اللي بيعانوا من نقص المناعه، او المرضى اللي بياخدوا جرعات كبيره كورتيزون اللي بتؤدي لتثبيط الجهاز المناعي بتاعهم. فهي ما هيش حاجه يعني الكلام اللي بيتردد عنها الفطر الاسود ده مش كورونا ومش فيروس زيكا ومش حاجه غريبه ولا حاجه جديده، دي حاجه موجوده بتحصل كعرض جانبي او كومبليكيشن او حاجه يعني مضاعفه لبعض مرضى نقص المناعه. فلا داعي لكل هذا الهلع الموجود بشكل كبير وتداول الاخبار عليه بشكل كبير. يعني عايز اقول بس ان يعني دي حاجه متعارف عليها علميا وطبيا. فيعني بستغل هذه الفرصه من خلال حضرتك وبناشد كل وسائل الاعلام وكل المواقع الصحفيه والاخباريه، يعني الامور العلميه بتحتاج الى زي ما حضرتك كده عملت وسالتنا العوده لدايما المصادر الرسميه والمنابر العلميه. ولو في حاجه يا استاذ احمد تاني باكد لحضرتك، احنا لو عندنا حاجه في مصر زي الكورونا، هو احنا النهارده بنقدر نخبي الوضع الوبائي ولا بنطلع وبنعلن على الوضع الوبائي؟ بنعلن عنه كاملا اهو بمنتهى الشفافيه. نعم. وبالتالي دي حاجه متعارف عليها بشكل علمي، ما هيش فيروس جديد، ما هيش حاجه جديده، فلا داعي للفزع منها على الله. فيش اي حاله في مصر ظهرت او يعني وارد؟ بص يا استاذ احمد، ما فيش حاجه يعني هي مش برضو تاني هي مش حاله كورونا. يعني ده عرض جانبي وارد انه يحصل مع اي مريض بيعاني من نقص المناعه. وبالتالي ما يعني النهارده بيتم رصد حالات كورونا بدقه في مصر. بيتم رصد بعض لو في قدر الله مرض معدي او فيروس بعينه او وخلافه، بيتم رصده وبيتعمل احصائيه بيه يوميه وبيتعد. لكن النهارده يعني كل مريض سكر بيتعمل بيه احصائيه يوميه، فده عرض جانبي وارد ان هو يحصل مع اي مرض نقص مناعه. نعم، لانه امبارح طبعا يعني وانا يعني والله ما كنتش حابب يعني، ولكن حضرتك طالما موجود معانا تأكد لنا هذا الأمر، ويمكن منشور على نشر على موقع المصري اليوم، من أسوأ الأمور التي تعرض لها إنسان شقيق الفنان الراحل الكبير سمير غانم، أصيب بالفطر الأسود بعد تعافيه من كورونا. مدى دقة هذا التصريح؟ يعني بص يا أستاذ أحمد معلش، يعني أرد على حضرتك أولا خالص التعازي في وفاة الفنان القدير سمير غانم، خالص التعازي لأسرته وللشعب المصري ولكل محبيه، ربنا يرحمه يا رب. ويعني خليني اقول برضو الحديث عن الـ يعني سبب الوفاه، سبب الوفاه استاذ احمد موجود في شهاده الوفاه. يعني معلش خليني يعني حضرتك عفيني تمام ان انا توضيح الامور ان انا اتحدث عن سبب الوفاه. كتب التقارير وفي مشاكل في الكلى وخلافه، ده كله يعني سبب الوفاه ليس مجهول. فايه هي الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحدث لاي حاله او اللي حدثت لاي حاله بعينها؟ ده امر اعتقد يعني امر علمي وامر طبي. يعني فخليني يعني اعيد على حضرتك تاني انه ايا كانت النهارده اللي بيجي له سكر ممكن تحصل له عرض جانبي قدم سكري. وبالتالي بيؤدي للبت. فتاني ده احد الاعراض الجانبيه او المضاعفات اللي بتحدث لاي مريض بيعاني من نقص مناعة أو تثبيط في الجهاز المناعي. طيب دكتور خالد، خلينا أنه عندنا كمان حدث مهم، أن احنا هنبدأ كأول دولة أفريقية نصنع سينوفاك الصيني. أعتقد الشحنة بدأت جات امبارح، هل بعد كده بتجينا شحنات ولا احنا تبقى المادة الخام عندنا؟ إيه اللي هيتم في هذا الملف تحديدا؟ شوف يا أستاذ أحمد، احنا امبارح طبعا يوم تاريخي، ويمكن السيدة وزيرة الصحة وهي بتستقبل شحنه في المطار اول شحنه مواد خام لتصنيع 2 مليون جرعه من لقاح سينوفاك، تقدمت بالتهنئه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس مجلس الوزراء على هذا اليوم التاريخي والخطوه التاريخيه ان مصر تكون من اوائل الدول الافريقيه اللي تصنع او تخش تبدا عمليه سينوفاك. واحنا متعاقدين بين العقد مع لقاح سينوفاك والشركه القابضه فاكتيرا للتصنيع بيشمل 40 مليون جرعه بنهاية عام 2021 إن شاء الله. امبارح استقبلنا 1400 لتر من المواد الخام اللي بتكفي لتصنيع 2 مليون جرعة. والنهاردة السيدة وزيرة الصحة ترأست اجتماع مع وفد من الخبراء الصينيين، وصلوا
مصر مساء أمس وتناقشت معاهم في آليات التصنيع والخطوات المتبعة بحضور طبعا رئيس هيئة الدواء وعدد من القيادات. ويعني الاجتماع اتناقشوا في سبل التعاون في إنتاج اللقاحات، وهم طبعا هذا الوفد من المقرر ان هو يستمر معانا في مصر لمدة ممكن تصل لثلاث أسابيع لحين الانتهاء من إنتاج أول دفعة من لقاح ساينوفاك. والإنتاج ده هيمر بمراحل عديدة، هتبدأ باختبارات هتتعمل على المواد الخام أو تحليل المواد الخام في معامل هيئة الدواء، ثم مرحلة التعبئة والاعتماد وإجراء دراسات الثبات، وفي الآخر لما يتم إنتاج جرعات هنحللها أيضا تاني في معامل هيئة الدواء للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها أو فور الانتهاء من التصنيع. لكن دور الخبراء الصينيين معانا هيبقى لهم دور كبير في نقل خبراتهم لشركة فاكتيرا في مجال الإنتاج والرقابة والجودة والتسجيل، وكمان تدريب العاملين بالشركة على مراحل الإنتاج. طيب احنا بنتكلم امتى نقول للناس عندنا احنا مصر انتجنا اول جرعة من سينوفاك؟ ان شاء الله في خلال شهر او اقل هيكون عندنا اول 2 مليون جرعة مرة واحدة، اللي هم 1400 لتر مادة خام اللي استقبلناهم بالامس. بنبدأ الانتاج، هيكفوا لانتاج 2 مليون جرعة، ومن المقرر ان شاء الله ان احنا نستقبل دفعات من المواد الخام تباعا طبقا للعقد المبرم مع شركة ساينوفاك. الخبرة اللي عندنا بالاضافة للخبراء الصينيين، احنا بالفعل في عملية نقل التكنولوجيا التصنيع استمرت على فترات طويلة حين التفاوض مع شركة ساينوفاك، واحنا يعني شاركنا في التجارب الاكلينيكية لقاح ساينوفاك قبل كده مع ساينوفارم في نفس التوقيت، وحصل عندنا زيارة وفد من خبراء منظمة الصحة العالمية ورجعوا خطوط الانتاج واشادوا بجاهزيتها في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وشركة وايضا زيارة اخرى من خبراء الصينيين، وايضا كان في اشادة بجاهزية خطوط الانتاج. وان شاء الله يعني يمكن هيبقى عندنا يعني جاري التفاوض مع احد الشركات الغربية الاخرى في انتاج نوع تاني من اللقاحات. ان شاء الله حصلنا على موافقة مبدئية بالامس من الشركة، وان شاء الله يبقى عندنا خلال الفترة القليلة القادمة يبدأ نستقبل ايضا مواد خام لتصنيع هذا النوع من اللقاح في خطوط. ان شاء الله يعني مش هنقدر طبعا، حضرتك عارف في اتفاقات دولية احنا حصلنا على موافقة مبدئية، لكن ان شاء الله نعلن عن الشركة فورا يعني توافر الموافقة النهائية والإجراءات النهائية، لكن هنعمل ده في خطوط الشركة الإنتاج الشركة القابضة فاكسيرا بفرع 6 أكتوبر إن شاء الله. وتبقى يعني أظن إن مصر من أوائل الدول أو ما فيش دولة غيرها في بدأت في الشرق الأوسط أو في أفريقيا بتصنيع اللقاحات، وإن شاء الله من المخطط طبقا للتعاقد أحد البنود الموجودة إن احنا نقدر نصدر لأفريقيا بعد الاكتفاء الذاتي من احتياجات الشعب المصري. طيب احنا دلوقتي هيكون عندنا سينوفاك، وهيكون عندنا اللقاح أيضا الأوروبي اللي حضرتك بتتكلم عليه، يكون عندنا كام مليون جرعة بحيث إن أنا أخلص 70% طبقا للي بيحصل بره من الشعب المصري في خلال قد ايه خطتنا؟ خليني اقول لحضرتك، احنا الفتره الاخيره عندنا زياده في كل حاجه، الحمد لله عندنا اقبال على التسجيل من المواطنين، عندنا زياده في عدد المراكز على مستوى الجمهوريه اللي بتقدم خدمه لقاحات تجاوز 400 مركز، عندنا مركز ارض المعارض بدا يبقى فيه كثافات عاليه بيقدر يطعم يمكن 10,000 مواطن يوميا، بدا يبقى فيه تردد عالي من المواطنين عليه، والحقيقه هناك في عدد اللي افتتح رئيس الوزراء امبارح بالظبط سيد رئيس مجلس الوزراء شرفنا بتفقد المركز ارض المعارض، وهو كان بدا بالفعل العمل كتشغيل تجريبي لمده اسبوع، وبعد زياره دوله رئيس مجلس الوزراء استمرت الاعداد ب يعني اعداد كبيره وكثافه شديده من لقاح كثيره، عدد الرسائل اللي بتروح للناس يعني من 200 او 250 رساله يوميا ل 400 رسالة بشكل يومي. دلوقتي بنطعم 400 في اليوم؟ بنبعت رسائل للمواطنين علشان يتوجهوا للمراكز لتلقي اللقاح ل 500 رسالة للمركز الواحد، كنا بنبعت من 200 ميتات هنا، والبروسيس أو المنظومة أو عملية أخذ تلقي التطعيم ما خدتش 10 دقايق لأن ده كان مكان أقل كثافة من المعادي، وبالتالي بعد توفير هذه الخدمة هذه الشكوى لن تتكرر مرة أخرى. هل وارد لو مثلا وأنا بقول لحضرتك برضو الناس
انا مثلا عايز تطعيم فلان لو مش موجود هل ممكن ارجع؟ لانه بعض الناس لسه من الاسبوع اللي فات يمكن بيتكلموا على بنستعد او بندرس او بنشوف انه يبقى في جرعه ثالثه او في بعض الدول كمان. بتقول لحضرتك مش موجود ده. المأمونيه والفعاليه جرعتين فقط سواء من لقاح سينوفارم او من لقاح استرازينكا او اي نوع لقاح حتى الان. ولم يتم بحث هذا الامر على اي رساله انه يجي النهارده يجي بكره يجي بعد اسبوع يجي بعد 10 ايام بس اللي سجل تقريبا 100% منهم راح لهم رسائل عشان يتوجهوا لتلقي. ممكن تطمنا على الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز؟ ان شاء الله يعني الحمد لله حالتها الصحيه في استقرار يعني وبتستقر وجيده والسيده وزيره الصحه يمكن بتطمئن عليها بشكل يومي. وقبل قليل السيده الوزيره استقبلت تقرير من المستشفى الموجوده فيها يعني بندعو لها بالشفاء العاجل وان شاء الله ربنا يقومها. التقرير الحمد لله تجاوزت مرحله الخطر. الحمد لله يعني حالتها بتميل الى الاستقرار. طيب هل قفلتوا التطعيم في النوادي؟ خليني اقول لحضرتك التطعيم في اي مكان. احنا يعني برضه استاذ احمد احنا عندنا استراتيجيه اتبعناها الفتره اللي فاتت في تلقي تطعيمات طبقا للجرعات اللي جت. الاستراتيجيه دي الو دكتور خالد ايضا اتفضل. يعني كان في اهتمام ببعض القطاعات الاستراتيجيه زي قطاع السياحه وده يعني طعمنا 100% من محافظه البحر الاحمر ومحافظه جنوب سيناء زي القطاعات الاقتصاديه قطاعات البنوك وخلافه بعض الاتحاد الصناعاتي في السيده الوزيره تواصلت مع اتحاد الصناعات وبالفعل في فرق بالطعم اتحاد الصناعات وكل العاملين في المجالات الصناعيه وده طبعا هدفه في الاخر ان احنا نحافظ على يعني الاستثمارات وعجله الاقتصاد والتنميه. كل الفئات دي سواء المجالات الصناعيه او المجالات الاستثماريه او قطاع البنوك او خلافه دي كانت من استراتيجيه الدوله وما زلنا في هذه الاستراتيجيه. يمكن الاماكن اللي فيها تجمعات بتكون كثيفه زي النوادي ونقدر نوصل فيها لعدد كبير من المواطنين بيتواصلوا معانا وبيقوموا بالحجز على الموقع الخاص بوزاره الصحه وبنوجههم على اعداد او على مراحل لمركز واحد نقول مثلا مركز الأطعمه على سبيل المثال نوجههم على يومين على ثلاث ايام العدد اللي مركز الأطعمه. نعم الو دكتور خالد الو نرجع لدكتور خالد. طيب دكتور خالد مجاهد لو نرجع مره ثانيه. اذا النوادي زي ما دكتور خالد الجزء الاخير انه كان في بعض الانديه فيها تطعيم وفجاه تم يعني اغلاقها وكده زي ما قال ان احنا بنوجههم دلوقتي على بعض المراكز اللي هي بنوجههم مع كدفعات على يوم او على يومين. فيش كلام قال لك كلام اي كلام علمي على انه في جرعه ثالثه من سينوفارم الصيني قال لك لا هنا ولا في اي مكان قال لك الكلام ده مش علمي وما فيش حد قال انه في جرعه ثالثه. هم جرعتين استرازينيكا او سينوفارم او غيره بنتكلم على جرعتين حتى الان ما حدش اتكلم على جرعه ثالثه اتكلم على لقاح. لو حضرتك رحت وبعض نرجع تاني مرة دكتور خالد اتفضل يا فندم. بالنسبة للأندية حضرتك الأندية حضرتك بنتكلم على الأندية بقول لحضرتك زي كل القطاعات استراتيجية الدولة القطاعات الاقتصادية القطاعات الاستثمارية قطاع السياحة قطاع البترول الجامعة الأمريكية على سبيل المثال أيضا تبعنا معها نفس الآلية ونفس الاستراتيجية يعني كل القطاعات الهامة أو الاستراتيجية في الدولة كان لها التوجه الدولة في استراتيجية تلقي اللقاحات كان شيء مهم وكانت على رأس أولوياتنا. أيضا الأندية بما أنها تستقبل أعداد كبيرة من المواطنين وبنقدر نوصل للمواطنين بشكل سريع في آلية متبعة وهي من جميع الأعضاء بيقوموا بالتسجيل وبيعد لنا كشف إكسل من النادي وبنوجههم على يوم يومين ثلاثة حسب العدد لإحدى المراكز بيتلقوا التطعيم بدون انتظار بشكل ميسر. هل عندنا العدد الكافي بصراحة من لو أنا بقى 10,000 واحد النهاردة راحوا أرض المعارض وإيه الإجراءات الاحترازية اللي أنا هعملها لهذا العدد الكبير في توقيت واحد في وقت واحد في تجمع كبير أرض المعارض؟ إيه الإجراءات؟ أولاً إحنا عندنا ساحة انتظار كبيرة جداً في أرض المعارض ويمكن ده كان الهدف الرئيسي من إن إحنا يبقى عندنا مركز ضخم على مساحة كبيرة زي ارض المعارض مش بس في 96 عياده وفرق ومستشفيات بيانات يكفوا اعداد كبيره لكن في كمان ساحه انتظار كبيره جدا. الكراسي لو حضرتك الكاميرا بتاعت حضرتك شرفتنا بالتصوير هناك موجوده اهو في تباعد اجتماعي
موجود في القعده، في تباعد، في مسافات، في ارتداء ماسكات، في فرق التواصل المجتمعي عندنا موجوده بشكل يومي في ارض المعارض، وبتوجه المواطنين لضروره الحفاظ على الاجراءات. وخليني اقول لحضرتك ان يعني بنشهد وعي الحقيقه في لاعداد المواطنين هناك في اتباع الاجراءات. الناس بتنتظر في اماكن الانتظار، ولما بيكون في شخص او مواطن عليه الدور ان هو يتلقى التطعيم يقوم، ما بنعملش طابور، ما بيبقاش فيه تزاحم. هناك البارتيشنز او الاماكن او العيادات بينها حواجز ومنفصله لا تسمح باعداد كثيره، فرد فرد بيخش. فالحقيقه الاجراءات المتبعه وقائيا في مركز ارض المعارض مطبقه بشكل كبير على اعلى مستوى. يمكن في عدد كبير من المواطنين الاجانب او غير المصريين المقيمين على ارض مصر بيروحوا هناك بشكل يومي وبيتلقوا في منتهى الامان. دكتور خالد مجاهد بشكرك شكرا جزيلا.